عم حاول بس شكلي زايد شي نص كيلو ما عم بقدر. هذا كله من الستريس اللي عم تعيشوني فيه. عم قضيه نقرشات. عزيز شو دالي بدك تضغط على حالك شوي. ليك ابلع بطنك ابلعه. لك عم بضغط على حالي بس ما عم بقدر اطلع. دالي لازم تطلع مشان نطلع سما على المسرح ضروري. اكيد لازم سما تطلع على المسرح بس جكارة بهي الحقيرة سرين بدي زبطها واطلعها. فشيني لك تفشيني لعليك. عم بدفشك ما عم تتحرك ولا لك شيء. شو عامل يا ربي؟ خلص انزيل انا بجرب انزيل. اوكي ما عم بقدر اطلع. حاول لك ما عاد قدرت ارجع ما عاد قدرت. شو عامل؟ الحمد لله على السلامة يا أنت شيمي. الله يسلمك. أنا رح أطلع. لك كيف أنت بدك تجربي إذا أنا ما قدرت؟ كيف أنت بدك تقدري؟ لا تخاف علي أنا بالزمانات كنت باليرينا. عن جد فيفي انت كنتي باليرينا ليه ما قلتي لي؟ لك هلا مو وقتها المهم اني اطلع وطلع لعيونها لسيرين الحيه بسبع روس بدي فرجيها نجوم الظهر. تيري بالك على حالك شوي مالي غيرك. خليني اشلح حي. انت الوحيده ما بقدر بعيد عنك. اطلعي لا تخافي انا حدك. شوي اوكي يلا. لك ليه ما عم تمري؟ إني أنا كمان على الدالي. طيب جيب لك مي وصابون وفركك فيهم مشان تزنطي. شايف لي خاتم؟ أي صح معك حق. شو الحل؟ لك شو بدنا نعمل هلا؟ وقتها بيمرقوا بسرعة ونحن على آنين هون وسما حرام بتكون عم تستنى لازم تطلع على المسرح. يا الله يا فيفي يا الله. أنت على آنين برا وأنا على آنين هون وسيرين عم تتفتل بين العالم والناس. فشلت خطتنا. هاي خلص العرض والناس كلها بلشت تطلع. وين المدام فريدة؟ معقولة صار معه شيء؟ سما استاذ مالك عم دور عليكي وين كنتي؟ هون انا. في شيء صاير؟ شيء مشكلة جوا؟ لا ابدا هلا خلصوا. طيب معناتها أنا صار لازم روح. أستاذ مالك أنا عن جد بدي أتشكرك على كل شيء. شكرا. دعي ما نحكي بالموضوع بليز. خلص سوري بكون عم بقطعكم. لا ابدا. قلتي له الخبر الحلو؟ سما رح تبقى. انا اعتمد فيك. جد؟ ورح تكمل شغل معنا بالشركه بس رح تصير الاسيستنت تبعي انا.